طيب الله أوقاتكم مشاهدنا الكرام، نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون نستهلها بأبرز العناوين. رئيس حزب تمام يعلن اعتزاله ممارسة العمل السياسي في موريتانيا ويقول إنه رهن إشارة للمصلحة العامة. الرئيس الموريتاني يزور بعض المنشآت الصحية والتعليمية بمركز جوناب الإداري في ولاية البراكنة. ولماه يفوز برئاسة اللجنة الأولمبية لفترة سادسة ومنافسه ولولي يطعن في النتائج ويتهم اللجنة بالتزوير. أهلا بكم مشاهدنا الكرام إلى تفاصيل نشرة أخبار السادسة التي نقدمها لكم من قناة المرابطون. أعلن الشيخ المختار والحرمة والبابانة رئيس حزب التجمع من أجل موريتانيا تمام خلال مؤتمر صحفي عقده بنواكشوط اعتزاله لممارسة العمل السياسي. وكان الشيخ والحرمة قد بدأ ممارسة العمل السياسي منذ حوالي عقد ونصف، وقد شارك في بعض حكومات الرئيس الموريتاني الحالي محمد عبد العزيز قبل أن يعلن معارضته للنظام وينضم للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة. موجب هذا اللقاء هو حرصي على أن أتخذ منكم شهداء على قرار طلاق بينونتي. هذا وأنشدكم جمهور الإعلاميين أني وبمحض إرادتي وأنا أتمتع بجميع قواي العقلية والحسية والمعنوية قررت اعتزال العمل السياسي طلاق بينونة لا نشوزا ولا إعراضا ولا ظهارا. وقال والحرمة إنه رهن إشارة المصلحة العامة في حال تهيأت الظروف لعمل وطني لا تتخندق فيه دون أي حساب حزبي أو فئوي، أما إذا بقيت الظروف على ما هي عليه فإنه يفضل الاعتزال والابتعاد عن السياسة. أضع نفسي رهن إشارة المصلحة العامة إذا تهيأت الظروف لعمل وطني ما فيه تخندق ولا فيه ولا الجهة معينة أنا مستعد، ولكن إذا تمت الظروف على ما هي عليه قطعا مني أفضل الاعتزال وعمل مفيد للغير خاصة المواطنين الفقراء الضعفاء اللي حقا اليوم ما هم جابرين أي ملجأ ولا منجأ بني، لكن اللي قدرت نقدم لهم من المساعدة ومن العون بني نقدمه لهم. إذا أنا الآن أضع نفسي رهن إشارة المصلحة الوطنية دون أي حساب حزبي أو فئوي، ولكن قد عود ما فهم حد بحاجة إلي في هذا الميدان الأول، لكن على كل حال أنا موجود. يواصل الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز زيارته لولاية البراكنة لليوم الثالث على التوالي، حيث زار المركز الصحي والمدرسة رقم 2 بمركز جوناب الإداري. وكان عبد العزيز قد وصل مركز جوناب قادما من بلدية صنقرافة، حيث أشرف على وضع الحجر الأساسي لتوسعة المدينة عبر استصلاح 2644 قطعة أرضية، كما أشرف على إطلاق مشروع لتزويد المدينة بالماء الشرو. هذا وتباين وجهات النظر ساكنة مركز جوناب الإداري بين من يقول إن المركز تحققت له العديد من الإنجازات ومن يقول إن معاناة ساكنته لا تزال ماثلة للعيان على أكثر من صعيد. المرابطون استطلعت آراء بعض الساكنة. هذا المركز الإداري يمثل فيه تقريبا 40% من قد الساكنة وشاسع ومترامي الأطراف، شساعته مترامي الأطراف، جعل على انه تأطيره الاداري من الصعب انه يؤطر وهو يتم في مركز اداري فقط. هذه مساله مهمه. المساله الثانيه على انه ايضا تشكل سكاني وكثره الحمد لله السكان وتنوعهم وخاصه ذو الدخل اللي دخلهم محدود جدا وكثره ادوابه في الجزر الشرقي جعلت على انه ايضا لابد له ايضا من مجهود كبير جدا بناحيه انها ان المركز الاداري ترقى وعد
هيكل جديد. ونثمن جميع الانجازات الوطنيه والمحليه هنا بالنسبه لبلد الجناب عموما وبالنسبه لمركز العبدالي بصوره خاصه، من بين انجازات شبكه الكهرباء وطالبين فك العزل عن البلد عموما والمرافق والمراكز بصوره خاصه. وطبعا مركز جناب الاداري حضر في هذا وقبل منه نصيب الاسد، ولا ادل على ذلك من كهرباء المدينه اللي راكم شفتوا ولاحظتوا، والمستشفى اللي ذا هو يبتنا، واللي والمنجزات اللي ما عاد قد تنعد. رئيس الجمهوريه يستاهل علينا كل ترحيب، واحنا في جنابه وفي القرى المجاوره لمركز جنابه مرحبين به وشاكرين على العد الموريتان. التغطيه الصحيه في جنابه ضعيفه الى حد كبير. جنابه تتوفر منذ اكثر من 40 سنه على نقطه صحيه ما فيها اي تجهيزات ولا فيها اي وسائل لحفظ الادويه بطريقه مناسبه، والساكنة تعاني بسبب العزلة من صعوبة الوصول للمراكز الصحية في المدن المجاورة كيف مقطع الحجار ولياقفة أحران وعكشوط. وبالتالي من أول مطالب الساكنة هون أن يهتم بالجانب الصحي، يوفر مركز صحي مناسب. أطلق مركز المشورة للدراسات بن واكشوط النسخة الثالثة من منتدى المالية الإسلامية بمشاركة بعض الباحثين والخبراء الموريتانيين والأجانب في المعاملات المالية الإسلامية، ويبحث المنتدى على مدى يومين النمو السريع للمالية الإسلامية والتحديات الماثلة أمامها، كما يناقش المعاملات الإسلامية الصحيحة ومدى تطبيق البنوك الإسلامية لها. إذا أردنا مثلا نضع معايير محاسبة للمرابحة، أي مرابحة هذه التي نتحدث عنها؟ هل دورنا نحن كخبراء محاسبة أن نقول ما هي المرابحة؟ نحن دورنا كمحاسبين أننا نضع المعايير التي تعكس واقع المرابحة، وإنما ما هي المرابحة هذا ليس دورنا، هذا دور الفقهاء. فهنا نشأت الحاجة إلى وضع معايير شرعية تبين الجانب الفني إن صحت التسمية لهذه المنتجات المالية الإسلامية، لأن الآن هذه المنتجات قائمة على الفقه، قائمة على الكتاب والسنة، قائمة على العقود الشرعية، فأعطي القوس باريها. فلذلك أهل الاختصاص في ذلك هم العلماء وبالأخص الفقهاء حتى يحددوا ما هي المرابحة الشرعية. ولذلك كما قيل كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك، عن أي مرابحة تتحدث؟ فلذلك أنشئ بعد سنوات من نشأة هيئة المحاسبة والمراجعة، حتى لو تلحظون إلى الآن الاسم اسمه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وإن كان الآن المنتج الأبرز والأنجح كما ستتحدث الأرقام الآن هي المعايير الشرعية. حمل 150 من العلماء في العالم العربي مفتي جمهورية مصر العربية مسؤولية الدماء البريئة التي صدرت بحقها أحكام بالإعدام من طرف القضاء المصري. وقال العلماء في بيان حمل عنوان نداء الكنانة إن مواقف النظام المصري خيانة للدين والوطن لما قد يتسبب فيه من خذلان للقضية الفلسطينية وسعي لحماية الاحتلال الإسرائيلي من خلال تدمير الأنفاق وإحكام الحصار على قطاع غزة. لنتابع. أصدر العشرات من العلماء والهيئات العلمية في العالم الإسلامي نداء شديدا حمل عنوان نداء الكنانة، حذر فيه العلماء مفتي مصر من التوقيع على حكم الإعدام الصادر عن قضاء مسيس لاجتثاث خيرة أبناء مصر الرافضين للرضوخ لحكم الطاغية المستبد. البيان وقعه 150 من أكابر العلماء والمفتين والدعاة ومن أبرز الهيئات التي وقعته رابطة علماء أهل السنة وهيئة علماء فلسطين في الخارج وهيئة علماء المسلمين في لبنان ومركز تكوين العلماء في موريتانيا ومنتدى العلماء والأئمة في موريتانيا ورابطة علماء المغرب العربي والاتحاد العالمي لعلماء الأزهر ونقابة الدعاة المصرية وجبهة علماء ضد الانقلاب. ومن بين الشخصيات الموقعة على البيان بصفتها الشخصية الدكتور أحمد الريسوني نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورئيس هيئة علماء اليمن عبد المجيد الزنداني ورئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا محمد الحسن الددو. وأكد العلماء في بيانهم أن معاونة المنظومة الإجرامية ومساعدتها على الاستمرار بأي صورة من الصور في مصر من المحرمات شرعاً والمجرمات قانوناً، وأكدوا أن كل ما يترتب على الانقلاب باطل شرعاً وقانوناً، وأنهم يعتبرون أن الرئيس محمد مرسي لا يزال الرئيس الشرعي المنتخب بغالبية أصوات المصريين في انتخابات تنافسية شفافة. وشدد العلماء على أن كل الأحكام التي صدرت بحق مرسي ومعارضي الحكم العسكري باطلة، ووفقاً لنص البيان فإن من واجب الأمة فك مرسي من حبسه وكذلك العمل على تحرير المعتقلين خاصة منهم النساء بالوسائل المشروعة. وحمل العلماء
مفتي مصر المسؤولية الشرعية والجنائية عما سماها البيان الأرواح البريئة التي وافق على إعدامها، وحذر البيان المفتي من التوقيع على أحكام القتل الجائرة، واتهم الموقعون نظام السيسي بما سموه خيانة الدين والوطن عبر موالاة إسرائيل ودعمها وحمايتها، وفي المقابل معاداة المقاومة الفلسطينية والتآمر عليها وحصارها من خلال تدمير سيناء وتهجير أهلها. فاز الدكتور محمد محمود ولماه رئيس اللجنة الأولمبية الموريتانية بفترة سادسة على رئاسة اللجنة، حيث حصل في الانتخابات التي أجريت اليوم بمقر اللجنة في نواكشوط ب 33 صوتا مقابل 20 صوتا لمنافسه محمد لمين واللولي، وقد طعن الأخير في النتيجة واتهم القائمين على اللجنة بالتزوير. أنا اليوم قدمت طعن في هذه الجمعية العامة على 5 اتحاديات من الاتحاديات الوهمية اللي للأسف هي اللي تقود هذا هذه الاتحاديات الوهمية اللي للأسف هي اللي تقود اللجنة الأولمبية الوطنية. هذه الاتحاديات هي اتحادية سكريم، اتحادية لتير سبورتيف اللي هي الرماية الرياضية، وهي الرماية الأولمبية، وهي الاتحادية اللي مترشح باسمها محمد محمود اللماع. وهذه الاتحاديات لا يحق لها أبدا أن تنتخب ولا يحق لها أن ترشح، لأن الاتحاديات لا تتوفر فيها المعايير اللي تخول أي اتحادية عنها تشارك عنها تنتسب لهذه اللجنة الأولمبية. أشرفت جمعية الإحسان للتنمية والثقافة على تنفيذ حملة للسقاية، إضافة إلى توزيع بعض المواد الغذائية بحي الترحيل، وذلك بتمويل من المحسنة ريم الهاشمي من المملكة العربية السعودية. لنتابع. مشهد صهاريج المياه وهي تلج حي الترحيل في أطراف العاصمة نواكشوط مشهد يبعث الفرح والبهجة في نفوس أهل هذا الحي النائي، والذي يعاني من نواقص كثيرة لعل أبرزها انعدام المياه. الصهاريج المملوءة ماء صالحا للشرب جاءت إلى هنا بتمويل من المحسنة ريم الهاشمي من السعودية، وتشرف على تنفيذ هذه السقاية جمعية الإحسان للتنمية والثقافة، وهي لفتة كريمة من هذه المحسنة التي توجه جهودها الخيرية إلى إفريقيا، وسبق أن زارت هذا الحي ورأت معاناة أهله. الحمد لله اللي وفقنا في ترتيب وتنسيق مع جمعية الإحسان وترتيب هذه السقية للأحياء الفقيرة في إفريقيا. وهذه الحال وهذه الأحياء سبق زرتها تقريبا قبل 8 شهور، فكان هذا يعني سبب، يعني ما خرجوا من بالي. قبل 8 شهور تقريبا زرتهم، شفت قد إيش معاناتهم، قد إيش هم يحاولون يحصلون على أقل شيء وهو الماء، قد إيش يعني أذكر إنه حتى من الأشياء اللي باقي في بالي، مريت على أسرة منهم فقالت لي إنها من 3 أيام يعني ما في بيتها حتى الماء. المواطنون لا يخفون غبطتهم بهذه المساعدة التي انتظروها على أحر من الجمر في ظل دخول فصل الصيف واشتداد الحر هذه الأيام. أرانا شاكرينكم على هاي الهيئة اللي تجيبونا، شاكرينكم عليها حتى يعرف مولانا ما اللي قد فصلنا، يعرف إن عندنا المعوقين، يعرف إننا نعطشوا، حتى إن البارح يا قالبنا ما قلش واحد من الماء نطهروا به. ورانا شاكرينكم وطالبين ما عند مولانا وطالبينكم كاملين يزيدنا فيك ويزيدكم إن شاء الله بركة الجيرة أحسن علينا وعليكم أمد. ويصدر الوراد وقد ملأوا أوعيتهم ماء سلسبيلا، والبسمة ترتسم على شفاههم المنهكة بالعطش، فلم يشف غلتهم إلا نمير هذا الماء. أشكر القائمين على هذا الجهد الخيري الذي يتمثل في سقاية مواطنين بؤساء ليس لهم حول ولا قوة. شكرا لكم على هذه اللفتة الكريمة. وعلى هامش السقاية تم توزيع كميات من الثلج والخبز سبيلا إلى مساعدة قاطنة هذا الحي في مواجهة يوميات الحياة. باسمي شخصيا وباسم جمعية الإحسان التنمية والثقافة نشكر الأخت المحسنة ريم الهاشمي من المملكة العربية السعودية منطقة الرياض على عملها الخيري في إفريقيا، مساعدة مد يد العون للمحتاجين. نحن هون بإشراف جمعية الإحسان دائما عندها معنا مشاريع الله يبارك فيها، منها السلات الغذائية والبطانيات ومنها السقاية دائما أسبوعيا يجهون الترحيل. ويرى أهل هذا الحي وغيره من الأحياء ذات الدخل المحدود بل والمنعدم أحيانا، يرون أهمية هذه التدخلات الكريمة التي تعيد الأمل إلى نفوسهم وتخفف الوطأة عنهم.
كان ذلك مشاهدينا الكرام آخر عنصر في نشرة أخبار السادسة التي قدمناها لكم من قناة المرابطون. نعود بكم على بث ونذكركم بأبرز ما ورد فيها من عناوين. رئيس حزب تمام يعلن اعتزاله ممارسة العمل السياسي في موريتانيا ويقول إنه رهن إشارة المصلحة العامة. الرئيس الموريتاني يزور بعض المنشآت الصحية والتعليمية بمركز دوناب الإداري في ولاية لوبراكنا. أولماه يفوز برئاسة اللجنة الأولمبية لفترة سادسة ومنافسه واللولي يطعن في النتائج ويتهم اللجنة بالتزوير. يمكنكم مشاهدنا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك والظاهر على الشاشة. 9 نشرة إخبارية مفصلة بإذن الله نقدمها لكم من قناة المرابطون. في أمان الله.